فتحت الجلسة. قضية 71187. المتهم رئيس الجمهورية السابق. تفضل احكي يا اسمع فيك. ما بريزونت انا لي كنت رئيس. اول ما شديت الكرسي نلقى الشعب خاضع للبوليس. قضايا للي يقف قدامي تتلفق. انا نسرق في الشعب وهو يعيط باسمي ويصفق. صدقني كنت ناوي نخدم بضمير. خرجت لهم فاول خطاب ما نلقى كانت بنتين. نلقى الميزانية متاع البلاد بحثايا في القشر. والدولة كانت تعطيني كان في 5 ملايين في الشهر. حد ما كان يقول لي لا 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 كيفاه. لونتوراج لي داير بيا حسسني باللي انا اله. الرئيس هرم السلطة في البلاد. والبوفوار اللي كسبته خلاني نطخى على العباد. ما على باليش بالوضع اذا تهلك. على الورق رئيس مي قاعد نحكم كل ملك. كتمعت في شوية فلوس وليت عامل مع الموساد. اعطيني نعبي الباك وكان على الشعب دو نبني الاستاد. اذاك علاش المعارف كلاسيتو ارهابي. وليت عايت لهم وزراء انا نعيت لهم كلابي. ما كنتش نخمم باش نعلق صباتي. بوفواري ولا اقوى من اللي وليت تابع الليميناتي. ما على بالي بالناس جواعة والمتسولة. اعطيني مصلحة عايلتي. قلوا الشعب قلوا دولة قلوا الجمهورية اولى. ما خممتش هكا باش نكبر في عين العباد. ساعات نمشي نعمل عمره في مكه. لحظه بسياسه بسياسه خليني نفهم. معناتها انت تحب تقول وتقصد اللي الشعب نفسك باش تعمل الشيء هذا. يا ولادي سكيت الرجال راهو ما يجيش هكا. فضلكم ربي ما يجيش هكا. موتوا بالشر والله لا على بالي بيكم. بالجبن متاعكم خليتوني نطخ عليكم. تلوموا على الرئيس كي يسرق ويخور. ما لومتوش رواحكم كي صنعتوا مني دكتاتور. سيدي القاضي نستعرف خنت بلادي. بلاد كادو عطيتها لمرتي باش تدلل بها ولادي. ما تصورتش نهار نلقى روحي قدامك واقف تضيب مصيري مربوط بتخمامك. كنت مسكر اللعب على الاعلام والصحافه. ما تصورتش الشعب في السياسه عنده ثقافه. كي نسرق نسرق بنظافه باش نستحفظ على الايماج. ما تصورتوش يخرج للشارع ويقول لي ديجاج. سيدي القاضي سيبت عليهم الحاكم. خاطرني عرفت اللي اخرتي باش نتحاكم. خفت على فلوسي على بوفواري على داري. حبيت الرئيس الجاي يكون واحد من صغاري. سيدي القاضي عارف اللي اخرتي مشنوق. يمكن ما تصدقنيش كي نقول لك راسي ولا الفوق. يكفيني الشرف وقت اللي حكمت شعب عظيم. شعب طلع فايق وانا مشى في بالي سكين. سيدي القاضي حكايتي لازمك توزنها. خطر البقرة كيف تطيح تكثر سكاكنها. شوف لي سرقوا معايا قبل قلبوا اليوم الفيستا. اذاك علاش كلفت المحامي يعطيك الليستا. سيد مدعي العام لك الكلمة. سيد القاضي نأكد لك اللي كيف رفعت قضية بالطاغي هذا راني ما مثلت الشخصية. انا بركة انا تكلمت باسم 12 مليون بوعزيزي. يا ولادي سكيت راهو ما يجيش هكا. سكيت. موتوا بالشر والله لا على بالي بيكم. بالجبن متاعكم خليتوني نطخ عليكم. تلوموا على الرئيس كي يسرق ويخور. ما لومتوش رواحكم كي صنعتوا مني دكتاتور. موتوا بالشر والله لا على بالي بيكم. بالجبن متاعكم خليتوني نطخ عليكم. تلوموا على الرئيس كي يسرق ويخور. ما لومتوش رواحكم كي صنعتوا مني دكتاتور. اوكي جيتو انا 2011 مايسترو برودكشن. بعد النظر في القضية رقم 71187 والاستماع للمتهم والمدعي العام قررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم. رفعت الجلسة.